ينضم معي الآن من واشنطن رامي قبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي أهلا بك، إذا استمعت معنا إلى هذه الكلمة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي. ربما فقط أريد أن أشير إلى موضوع غزة قبل أن أسألك. أيضا تحدث الرئيس الأمريكي عن غزة وقال إن الحل هو حل الدولتين وعلى إسرائيل ألا تستخدم المساعدات كورقة ضغط أو ورقة مساومة. هذه ربما مجمل النقاط التي تحدث عنها بالإضافة إلى موضوع الصين وما إلى ذلك. باستماعك لهذه الكلمة، ما الجديد الذي أضافت الكلمة للمعلومات التي تحدثنا عنها سابقا حول الملفات التي سيتحدث عنها ترامب، عفوا بايدن، في هذه المناسبة، مناسبة خطاب حالة الاتحاد؟ مرحبا رعد. يعني مرحبا. أنت كنت تريد الآن أن تقول بايدن وقلت ترامب، وبالفعل ترامب كان ظاهرا في هذا الخطاب في كثيرا أكثر من موقع، يعني كأنه فعلا خطاب انتخابي لبايدن. في كل مناسبة، في كل كلمة يتحدث فيها يذكر اسم الرئيس السابق دونالد ترامب. صحيح، دعني فقط أقول إنه لم يكن يذكر اسم ترامب بالاسم، ولكن كان دائما يقول الرئيس السابق سلفي، نعم. أو الرئيس السابق دون أن يذكر اسمه، ولكن كان في كل ملف يتحدث عنه بايدن في هذا الخطاب كان يقارن ما بين أدائه هو وما بين أداء ترامب. بالتأكيد كان يريد أن يقول إن ترامب لا يهتم بمثل هذه القضايا عندما تحدث عن عنف السلاح، وقال إنه عندما تحدث أحدهم لترامب عندما حدثت إحدى حوادث إطلاق النار في آيوا وقال له فقط دع الأمر يمر، وقال إن ترامب لم يفعل شيئا في قضية عنف السلاح وأنه يدعم الجمعية الوطنية للبنادق التي تروج لحرية امتلاك السلاح. أيضا في مسألة الرعاية الصحية قال إنه كان يريد إلغاء الرعاية الصحية للمسنين والضمان الاجتماعي للمسنين. فيما يخص موضوع الهجرة قال إنه لا يشيطن المهاجرين ولا يقول عنهم إنهم سموم في دماء بلادنا مثلما كان سلفه ترامب يقول ذلك في كل خطوة. وبدأها عندما تحدث عن روسيا وأوكرانيا وبوتين، وعندما قال كان هناك رئيس جمهوري سابق هو رونالد ريغان قال لغورباتشوف اهدم هذا الجدار، ولكن كان هناك أيضا رئيس جمهوري سابق قال لبوتين افعل ما تشاء. هكذا تحدث بايدن وهكذا افعل ما يحلو لك، في إشارة إلى ترامب عندما قال هذا التصريح بخصوص الناتو وبخصوص دول الناتو التي لا تدفع التزاماتها في حلف الناتو. انتقد ترامب في كل خطوة، الخطاب كان انتخابيا بامتياز. الخطاب حتى قبل أن يتحدث بايدن كانت هناك هتافات من الديمقراطيين الموجودين في القاعة تقول أربع سنوات مقبلة، أربع سنوات مقبلة، وهذا حتى ما شاهدنا على لسان نانسي بيلوسي عندما أتت بها الكاميرا، يعني كانت تقول هذه الجملة. بالتالي يعني إذا كان الخطاب كما تقول الآن رامي هو خطاب انتخابي أكثر منه حالة الاتحاد أو الوقوف على حالة الاتحاد. لكن رامي، ما الذي استوقفك في هذا الخطاب بعيدا عن موضوع المناكفات، كان مناكفات سياسية بينه وبين ترامب، ما الذي استوقفك؟ يمكن أن يستوقف الناخب الأمريكي، يمكن أن يستوقف الباحث عن شكل السياسة الداخلية أو الخارجية الأمريكية المقبلة. عدة أشياء في الحقيقة رعد، أولها الأمر الذي كنا نتحدث عنه منذ تقريبا ساعتين، وهي الصحة العقلية أو اللياقة الذهنية لبايدن. اليوم بدأ بايدن شديد التركيز، بدأ قويا ليس صحيح، بدأ قويا جدا، بدأ يركز أفكاره، بدأ يتحدث باسترسال دون أن يتوقف، بدأ أيضا يستطيع أن يناقش جمهور الحاضرين ويخرج عن النص ويعود إلى النص بمرونة شديدة. في الحقيقة بايدن الذي رأيناه اليوم ليس هو بايدن الذي كنا نراه في الأيام السابقة. لا أعرف ماذا فعل، هل تناول إكسير الشباب أم ماذا، ولكنه بالفعل بدأ
مدى شديد التركيز، وحتى في نهاية حديثه أو في نهاية خطابه كان يتحدث عن مسألة عمره، وكان يقول ليس مهما عمر الرئيس، ولكن المهم ما الذي سيقدمه لبلاده. هنا في الولايات المتحدة لا نتحدث عن أعمارنا، ولكن نتحدث عما فعلناه لهذه البلاد. هكذا كان يتحدث في الحقيقة. هذا أول شيء استوقفني في هذا الخطاب بالنسبة لبايدن، وكنت أتوقع الكثير من الزلات والكثير من التلعثم مثلما كان يحدث في الخطابات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية السابقة، ولكن هذا لم يحدث. ويبدو أن دعوات الديمقراطيين وجدت طريقها إلى السماء، وخرج بايدن من هذا الخطاب بسلام على الأقل فيما يخص هذه النقطة، نقطة لياقته الذهنية. النقطة الأخرى في الحقيقة التي استوقفتني هي انحيازه للطبقات التي الطبقة الوسطى تحديدا التي ستمنحه أصواتها. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة فعلا رامي، يعني أريد أن أسألك في هذا بهذا الخصوص، لماذا ركز يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن على نقطة أنه من طبقة وسطى؟ ذكرها 3 مرات أو 4 مرات خلال هذا الخطاب، وأنه نشأ بين طبقة وسطى، وأنه نشأ حتى بالكاد أن يجد قوت اليوم في أول ذكره لهذا الموضوع. ما هو السبب وراء التركيز على هذه الجمل مع وجود اتهامات أصلا لعائلته الآن بالفساد والحصول على أموال طائلة من وراء المناصب؟ نعم بالتأكيد، هو الآن ليس من الطبقة الوسطى، لا هو ولا عائلته، أصبحوا من الأغنياء. ولكن نشأته هو بالفعل نشأ في عائلة تنتمي إلى الطبقة الوسطى، وهو يريد أن يركز على هذه النقطة حتى يستطيع أن يقترب أكثر من الشعب الأمريكي الذي ينتمي 90% منه تقريبا إلى الطبقتين الوسطى والفقيرة. وركز في حديثه على كل الأمور التي يستطيع من خلالها تقديم الدعم إلى هاتين الطبقتين، مثل مسألة التعليم في السن الصغيرة، مسألة أيضا تقديم الدواء وتوفير الدواء بأسعار رخيصة تصل إلى ربما $35 فقط في الشهر للمريض الواحد، وهذا يعتبر رقم زهيد جدا مقارنة بأسعار الدواء الباهظة هنا. أيضا مسألة الرعاية الصحية للمسنين، ومسألة الضمان الاجتماعي، ومسألة توفير الوظائف. كل هذه الأمور في الحقيقة هي الأمور التي تهم الطبقة الوسطى، هذه الطبقة التي إذا ما استطاع بايدن أن يصل إليها ويقنعها أنه يعمل لصالحهم بالتأكيد سيضمن أصواتهم، وإذا ما ضمن أصواتهم. طيب رامي يعني قبل أن تنتقل إلى النقطة الأخرى التي ربما استوقفتك في هذا الخطاب والحديث عن كثر المنح التي تحدث عنها بايدن، منح شهرية، منح للطلاب، تخفيضات في أسعار الفاكسين وأسعار الأدوية وما إلى ذلك، هل بإمكان بايدن في ظل موضوع الإغلاق الحكومي وما إلى ذلك والحروب التي يمولها أو تمولها أمريكا اليوم تحقيق ذلك؟ وهل هذا جديد على حالة أو خطاب حالة الاتحاد في خطابات الرؤساء السابقين، أم أن الرؤساء عموما يعني في هذه المناسبة يعني يقدمون مثل هذه الخدمات للجمهور؟ اعتدنا بالفعل في خطاب حالة الاتحاد رعد، يعني حتى إذا ما قارنا بعض الجمل في خطاب حالة الاتحاد هذا العام وخطاب حالة الاتحاد العام الماضي سنجد أنها متشابهة جدا، خاصة الجملة الخاصة بأن رجل الأعمال الذي يربح المليارات يدفع تقريبا نفس الضرائب أو نفس نسبة الضرائب التي يدفعها المدرس الذي يعتبر يعني دخله. نعم سمعنا هذه الجملة سابقا، صحيح، أو يعتبر متوسط الدخل. تكررت هذا العام وتكررت أيضا قيلة العام الماضي. دائما ما يعمد الرؤساء في خطابات حالة الاتحاد إلى الحديث عن مثل هذه الأمور، إلى إطلاق بعض الوعود الخاصة بالدعم الذي يقدمونه للأمريكيين، ولكن هل بالفعل يستطيعون تنفيذ كل هذه الوعود والوفاء بها؟ لا أعتقد ذلك في الحقيقة. يعني الحديث عن التخفيضات الضريبية العام الماضي ربما لم يحدث فيه الكثير،
وعادة ما يتذرع هنا الرئيس بأن الكونغرس لا يوافق أو الكونغرس لا يمنحه الحرية أو أن الحزب الآخر المنافس لا يوافق على مشروعات القوانين التي تقترحها الإدارة الأمريكية بشأن تخفيض الضرائب أو تخفيض أي من الأعباء على المواطنين. نعم. فسنجد أن هناك وعودا كثيرة تطلق ولكن من الصعب بالفعل تنفيذها رعد في ظل كل هذه الظروف. طيب ما هي النقاط الأخرى التي استوقفت كرامي يعني في خطاب بايدن؟ تحدثنا عن حالته العقلية وتحدثنا أيضا عن هذه الوعود التي يقدمها والإشارة إلى غريمه دونالد ترامب. ما هو الجديد أيضا الذي استوقفك في هذا الخطاب؟ انحيازه كما قلت للطبقة الوسطى وانحيازه أيضا لفئة أخرى وهي النساء. ركز كثيرا في هذا الخطاب على النساء، تحدث عن حقهم في التصويت، تحدث عن أن هناك قوانين كثيرة سابقة ظلمتهم فيما يخص حرية التصويت، ثم تحدث عن صحة النساء وقال إن الولايات المتحدة ستستثمر خلال الفترة القادمة في البحوث الخاصة بصحة النساء، وتحدث أيضا عن حقهن في الاختيار في بشأن الإجهاض، وقال مخاطبا الأمريكيين الجملة التي كنا نتحدث عنها قبل الخطاب، أنه مخاطبا هنا الأمريكيين إذا انتخبتم كونغرس يطالب أعضاؤه بحق الإجهاض للنساء في الولايات المتحدة فسأجعل هذا قانونا خاصا بالدولة. ما معنى قانون خاص بالدولة؟ فقط أريد أن أتوقف بالتفصيل قليلا عند هذه النقطة. الآن المحكمة العليا أصدرت قانونا بأنه من حق الولايات هنا أن تتخذ القرار بشأن مسألة حرية الإجهاض، فالولاية التي تريد أن يكون من حق النساء فيها الإجهاض فلها ذلك، أما الولاية التي تريد أن تمنع الإجهاض فلها ذلك،